الطبل الدم والتك. فانت اذا بدك تاخذ الدم بضلك دم 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 دم، هذا هو البيت تاع الكيك، والتك تلعب فيه. تاخدوا بالكم من ولادكم ليه؟ لانه في الاونه الاخيره الموضوع ده خطير قوي الحقيقه. انتشرت حفلات في اماكن منعزله اسمها الخبط، انا مهندس صوت وبروديوسر او منتج وموزع موسيقي وبشتغل كمهندس صوت كمان. فانا اصلا الصوت فعليا هو محور حياتي من جميع اطرافها، سواء كفنان او دي جي او بروديوسر او حتى بطبيعتي اليوميه اللي هو من طرف شغلي. إذا بنرجع شوي لكيف تكنو بلش، اللي صار إنه كان في ناس بتسمع ديسكو، بعدين صار في الإيرا تاع الروك ميوزك، فصار في زي ريفوليوشن إنهم مسكوا كل الفاينلز تاعين الديسكو هدول وحطوهم بزي ملعب كبير وحرقوهم. فالناس اللي ضلت بتحب الديسكو صاروا ياخدوا اللي ضل من بقية الفاينلز ويلعبوهم بزي أماكن تحت الأرض، فبيسكلي الأندرجراوند كولتشر بلشت تطلع. تكنو هو نوع من انواع الموسيقى الالكترونيه، او نقدر نحكي هو جانرا من الموسيقى الالكترونيه. فعليا اغلب الوقت بيكون سريع، نقدر نحكي انه سريع، يعني لو بدنا نعمل ريذم معين تكنو بيكون انه فرض انه ممكن تحط هاد بصير وتفرق السرعه حسب انت ايش بتفضل. انا بحب التكنو السريع القوي صراحة، عشان خلص خليني اتفاعل معه بطريقة معينة. وبرضو بحس انه هون بالاردن الناس بتحبه، منظور الشخصي الناس بتحبه عشان احنا يعني بلد صعب شوي، والواحد يعني وضع صعب مثلا ماديا، بتكون ناس متغلبة، بتحس انه في ضغوطات اغلب اليوم. فاللي بيجي بسمعه بيجي بفرغ طاقته، بيجي بيقعد دول الساعتين الثلاثة بس بده يتحرك، بس بده يرقص، بس بده ينسى كل اللي يمكن ضغوطات اللي بتمر عليه في حياته. فأنا شخصياً من الناس اللي عادي مريت في فترة صعبة بحياتي، وهذا النوع من الموسيقى خلاني أطلع منها عشان صرت أتحرك أكتر. السرعة تاعته بيشغلك، بحركك، بخليك إنه بدك تمشي أسرع، بدك تشتغل أسرع. لما تحكي لحدا انك تسمع تكنو يعني بتحب انت الميوزك الخبط او يعني لا، في ناس بلاقوه مزعج، بس في ناس بالعكس بصير بدهم يعرفوا اكثر، فبتصير تسمعهم وبتصير يعني تشاركهم بايش الاكسبيرينس تبعت التكنو الحلوه. انا عشان هيك انا بحب العب، عشان هاي الستيغما، عشان ما الناس ضلها تفكر انه بس اشي مزعج، انه بس هو الفايب تبعه والناس اللي بتروح تحضره ما يكون محطوط تحت الستيريوتايب انه كلهم there، انه كتير انه ضايعين. لا عادي، انه ما في هذا الاشي، اللي بده يضيع بضيع. معلش انه الواحد يندمج مع الموسيقى، انا دائما بحكي اللي ما بقدر يندمج مع تكنو whatever تكنو هو بحب، يعني ما بقدر يندمج مع التكنو مش كتير بكون مرتاح مع حاله. أنا بحس اللي هو إشي كتير رهيب لما بلعب هاي الموسيقى ولما أشتغل على هاي الموسيقى من الأول، مش بس لما ألعب لايف يعني دي جيينج، لما أعمل production أستعمل الـ equipment التانية اللي عندي،
بتحمس اني الـ كل هذا المشوار اللي بلشته من اول ما كبست اول كنيسة مثلا لعبل ما خلصت اني اشارك كل هاي كل هذا المشوار مع الناس اللي ببلادنا ومن حضارتنا وثقافتنا.